ايوه زناتي. مبروك يا نجم، ولا نقول كفاره؟ اظن انا كده عملت اللي عليا، ظلت لبس والنيابه شالت اسمك من القضيه خلاص. انا الاوان بقى يا شبح انت كمان تعمل اللي عليك. عروستنا الحلوه تروح على بيت جوزها. ها جاهز تنفذ الليله؟ جاهز. اجيبهولك فين وامتى؟ بس اعمل حسابك، سلمني اختي في حضني هسلمك سليم، مش هحط صباعي تحت ضرسك. سلمت صباعك يا حبيبي. اسمعني كده بقى كويس عشان اقولك هنعمل ايه. ولو على عروسه سلمها لك، بس اعمل حسابك مش زنات اللي اتكرت على قفاه. يعني اي دقه نقص اعرف اجيبك انت وهي حتى لو في بطن امك. عارف يا زناتي، وشفت انت عملت ايه في الظابط اللي قد الدنيا، يا مالك انا بقى هتعمل فيا ايه؟ ما تخافش يا زناتي، انا عارف مصلحتي فين. بس انت قول لي بس عايز نعمل ايه بالظبط. طيب معلش يا حبيبتي، مش انا نبهتك قبل كده؟ انا ما حسيتش بنفسي، وانا كمان غصب عني، انا اول مره احس الاحساس ده في حياتي. يا حبيبتي اول مره. كبرت يا هدى وبقى في اول مره، بس اكيد مش هتبقى اخر مره. استهدي بالله بقى، لحسن والله اجوزك الواد اللي اسمه عطيه ده، وتبقوا انتوا الاتنين عقاب لبعض. بقى انا عقاب يا عم صالح؟ طبعا، بس احلى واجمل عقاب في الدنيا. حضرتك ناوي تعمل ايه معايا؟ من يتوكل على الله فهو حسبه. سيبيها لله يا بنتي، لعل الله هيحدث بعد ذلك امرا. شفت؟ عشان ما كنتش مصدقني. انا برضه على فكره لسه مش مصدق. مستحيل يا ابني انجي تعمل كده. يا تامر، انجي بتخوني بعد كل اللي عملته علشانها؟ يا ابني استهلا بالله كده وفهمني بشويش، ايه اللي مخليك متاكد يا شادي من كلامك العجيب ده؟ ما يمكن يا ابن الحلال تكون غلطان تاني يا تامر. ما هي بصراحه حاجه ما تخشش العقل يا اخي. مراتك بنت الناس المحترمه اللي انت قاعد لها صوابعك العشر ومولع لها في نفسك ليل ونهار، هتخونك؟ صدقني الحوار ده فيه سوء تفاهم. يا تامر، هي اللي قالت لي بنفسها. قالت لك ايه؟ لما الشك كان هيموتني مسكت تليفونها وقلبت في مسنجات الفيسبوك، لقيت كلام بينها وبين الواد اللي هي مصاحبه. واجهتها بالكلام ده؟ ردت عليها بمنتهى البرود، قالت لي اهو بيحصل. ولو انت عندك كرامه طلقني. يا نهار اسود على الفجر، مين ابن الصرمه اللي هي بتكلمه ده؟ لسه ما عرفتوش. ما عرفتوش ازاي؟ انت مش بتقول لقيت بينهم كلام على الفيس زفت؟ يا اخي البيه مسمي نفسه دبور. شفت؟ دبور بقى ما دبورش هنجيبه. احنا قد ما حدش يعرف يعلم علينا، واللي يفكر يحك معانا يستحمل بقى اذانا. مش لما نعرف مين هو الاول؟ اعرفه وساعتها عليا الحرام من ديني احفر لك اسمك على وش امه حرف حرف عشان يعرف احنا مين. انا تعبان يا صاحبي، تعبان وحاسس ان الدنيا كلها فوق دماغي. حاسس بيك، اقسم بالله حاسس بيك يا عم. عملت ايه مع بنت الكلب دي؟ ما لحقتش اعمل حاجه، رميت الكلمتين ومشي. بص يا شادي، انا عارف ان الحوار صعب، بس عشان خاطر لازم نفكر بشويش عشان نعرف نتعامل بس مظبوط. رسيني دماغك فيها ايه؟ انا مش عارف افكر، انا حاسس ان انا انكسرت. انت عارف ان انا طول عمري ماليش في ابويا، ولا حتى هو حاول يقربني، ومن بعد موت امي الله يرحمها وانا ماليش في الدنيا حد، ماليش في الدنيا غيرك انت وانجي.
وهي دلوقتي انجي راحت، وانا ماليش غيرك انت يا صاحبي. طلع عروسة عشان نلحق نوصل كده قبل ما سليم واخوك يوصلوا، عشان لو في اي عوالة هتصرف. بصي بقى، انا مش معاك ما يرضي الله من ساعة ما جبتك هنا. كملي حلو معايا للاخر اكمل حلو معاكي. الشيطان يوزك وتقل عقلك وتعملي اي نمره واحنا في العربيه، ولا حتى بعد ما نوصل مش هتلحقي تروحي بيتكم. فهماني؟ طبعا. يلا. مساء الخير يا نسا فريدة. مساء النور. يا ترى ايه بقى الحاجة الخطيرة اللي انت جايبانها عشانها في منطقة مقطوعة زي دي؟ أنا صلاح بيه. كنا رحنا معاه يا ابني بدل ما سيبناه يروح لوحده كده. وعن يدك يا شيخ صالح، هو عايز يروح لوحده؟ ربنا يعينه بقى، كل واحد اضرب ظروفه. على رايك. وبعدين ده معاه ربنا اللي اقوى واحن عليه من الكل. ربنا يوفقه يا رب. نزل سلاحك يا صلاح بيه. املالي كمين استهانم؟ مفيش حد عامل لك كمين. بعدين انت بسبت القضيه. لما انت عارف ان انا سبت القضية سمعت ايه اللي انت بتعمله ده كله؟ نزل سلاحك واحنا نتكلم. مش هينفع. حتى لو كنت سبت القضية انا لسه راجل امن، وشغلتي ان لو قابلت مجرم لازم اقبض عليه. انت عارف ان سليم بريء يا صلاح بيه. بعدين جاي النهارده وجايب دليل براءتي معايا. اللي معاه دليل براءة يعمل اللي انت بتعمله ده؟ عندك حق، بس دليلي معايا يطلعني بريء قدامك انت بس، لكن ما يخرجنيش بره القضية. بعدين اسأل نفسك ليه انت بالذات دورت عليك مرة واتنين وتلاتة؟ عشان انت ظابط حقاني ومحترم، وعمرك ما جيت على حد حتى بعد ما سبت القضية غصب عنك. اسمعني، نزل سلاحك واسمعني. ابوكي فين يا هدى؟ مش هنا. ويا ترى انت لوحدك ولا سايب لك حد من الرجاله اللي كانوا معاه عشان يونسك؟ لم لسانك يا عطيه. كده ماشي. قسما بالله انت مكان ليك الا ابو مصعب، هو اللي يعرف يشكمك. طب يلا انجز بقى بدل ما اهبش فيك. شكلك لوحدك. صحيح، حضره النظر هرب وسابك ولا ايه؟ عشان عارف ان احنا عمرنا ما نتعدى على حرمه لوحدها. الشيخ صالح ابو فضه ما يهربش ولا حتى من الموت. هو راح مشوار وسابني عشان عارف ان انا بعشر رجال من عينتك انت واللي معاك. عيل الكلام يا هدى. انا عامل حساب انك حرمة لوحدك. صحيح، بس للصبر حدود. فعلا للصبر حدود. فياريت بقى تنجز وتقول جاي ليه عطية. طب بلغ ابوك اني ما بتهوش، وان اول ما المهلة تخلص بالدقيقة هجيب البيت ده اللي فيه بالبلدوزر والرجالة، سواء فاضي او مليان. السلام عليكم. صدقتني؟ بس الفيديو ده بيقول ان تامر ابو المجد هو اللي قتل البنت، لكن ما بيقولش مين اللي قتل زياد. عشان كده ما وديتوش النيابه وجيت لك بيه، عشان النيابه عايزه دليل واضح. مش فاهم تقصد ايه. قصدي انك بعد ما شفت الفيديو ده اكيد مش مكدبني، وان زياد صور تامر بعد ما خبط البنت وجالي بعديها رحت امسك الواد موته زياد ولبسه لي انا وهو، عشان احنا الوحيدين اللي عارفين. مجرد كلام نظري. انت عارفهم كويس وتعاملت معاهم كتير، وعارف ان هم ما بيرحموش واديهم طايل. دول حتى بعدوك على القضيه عشان ما مشيتش على هواهم وعملت اللي هم عايزينه. بس انا ما افتكرش ان لطفي والمجد يعمل ده كله لوحده.
ما هوش لوحده، لطفي ونشأة وحماد وتميم وزناتي ويعلم مين كمان معاهم. انت عايز مني يا سليم، خصوصا انك عارف ان انا سبت القضية. عايزك تصدقني عشان مفيش غيرك دلوقتي اثق فيه. وافرض صدقتك هتفرق معاك؟ هتفرق، على الاقل انا وانت نبقى في خندق واحد. شادي شادي يا حبيبي تعالى نام جوه. تعالى هات ايدك هات ايدك. كويس يا ابني؟ رامي ازيك؟ انا تامر. على صحتك من النوم ولا ايه؟ لا لا انا كنت عايزك في موضوع تاني كده، مش بخصوص سليم انصاري يا رحيم، حاجه ليها علاقه بالانترنت وكده. طيب شوف مواعيدك كده ولو ينفع نتقابل. ماشي، بس الموضوع بالنسبه لي مهم يا رامي. ماشي يا معلم، استنى تليفونك. متشكر. هو ده كل اللي حصل يا عم صالح. ربنا يا ابني يضلل بساتره علينا ويجعل ايده فوق ايدينا ان شاء الله. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. خليها في بالك على طول يا ابني. ربنا يسترها ان شاء الله. يلا بينا نطلع بقى المشوار بتاع ابراهيم. معلش يا ابراهيم عطلناك. لا ولا يهمك سليم بيه، احنا يا دوبك نحسن. اخت رزق انا مش عايز اسمع لك صوت. اخوك اتاخر. ده مش كويس لا عشانك ولا عشانه. دلوقتي يجي. ابراهيم لا يمكن يسيبني في المصيبه دي ابدا. طب ركزي معايا كده عشان نعرف هنعمل ايه بالظبط. اخوكي بسلامته طلع حويط، وعشان يضمن ان ما لعبش معاه الدنيئه هيدخل هو الاول وراس ليه. احنا بقى نعمل ايه؟ هنطلع احوط منه. اول ما يجوا نشوفهم استخبي انت كده، وانت ابراهيم اول ما يشوفك هيجري عليك وياخدك ويمشي. وبعدين؟ ولا قبلين بقى هو هيجري عليك ياخدك، وانا مني لسليم الانصاري. مالكش حق عطية تشد عليها بالطريقة دي، ده مهما كان البنت برضه دي بنت كلب. في ايه؟ انت متغاظ عشان ما اتجوزتهاش ولا ايه؟ مين ده يا حاج اللي اتغاظ؟ انا ابو مصعب برضه اللي تترمي تحت رجله خير نساء الدنيا وخير حريات الجنة كمان ان شاء الله. ده كان مجرد حل مش اكتر، وهم الخسرانين ان هم مرضيوش بيه. طب افرض المهلة خلصت وما مشيوش، هيبقى ايه الحل ساعتها؟ أبو مصعب إذا قال فعل، قسما بعزة جلال الله لو ما استلمتش البيت قبل ما المهلة تخلص لكون هادد البيت على اللي فيه. وهو إيه اللي هيخليني حتة مقطعة زي دي كده من طوع إبراهيم؟ ما تشغليش بالك بقى، أنا قلت له يعمل إيه بالظبط؟ هيفهموا إن هنا مكان يجي يستخبي فيه هما الاتنين، ولازم يجي عينه. سلام، هما مستخبيين فين دلوقتي؟ وأنا مش عرفني دلوقتي، أنت بترط كتير ليه؟ ما تستني ولما يجوا هتعرفي كل حاجة. ابراهيم اهو. نورا حلق نورا. حلق ابراهيم.